السلام عليكم. في هذه الوصفة هذه غادي نوجدوا التقلية بطريقة احترافية وطريقة تقليدية، نتمنى تعجبكم. غادي ندوزوا المقادير. عندنا في المقادير الكرشة والرية بعد ما غسلناهم مزيان، عندنا جوج معالق ديال الزيت، زيت المائدة، عندنا معلقة كبيرة ديال الخل، عندنا الزيتون على حسب الذوق، عندنا مطيشه ديال الحك والمطيشه كونسونطري معلقه صغيره. في التوابل عندنا الكركم وعندنا الملحه وعندنا الكمون قليل، حاجه قليله غنزيدو في الاخر، وعندنا البزار والبابريكا او التحميره والقزبر يابس مطحون، وعندنا سكينجبير او الزنجبيل، عندنا 4 الفصوص ديال الثوم او 5، وعندنا ضامه ديال المعدنوس فايت حضرته معكم كنديروه في الكونجيلاتور، نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. غادي ناخذ الطنجره غادي نديرو فيها الكرشه. انا فايت سبق لي درت لكم الطريقه باش كنغسلو الكرشه بطريقه احترافيه وسريعه، غنخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. غادي ناخذ الريه بعد ما غسلناها بالخل وعودناها وغسلناها مزيان مزيان مزيان، غنديروها حتى هي في الطنجره. غادي نزيدو جوج فصوص ديال الثومه صغار، غادي نزيدو معلقه ديال الخل كبيره، غادي نزيدو المطايب او المغليان، غادي نزيدو شويه الملحه، وغادي نخلطوا العناصر كلها. غادي نسدو عليها في الكوكوط ونخليها كتسلق باش يحيد منها كاع الميكروبات والريحه كلها اللي فيها. بحال كنعقدوا. من جهه اخرى غادي ناخذ الثومه غادي نفكوها بحكاكه رقيقه، غادي ناخذو شي 6 زيتونات او 5 ونقطعهم طراف صغار باش يعطيونا شويه اللذه مع القليه والحموضه. وغادي ناخذو الحامض اللب ديالو حتى هو غادي نقطعوه ونخلطوه مع الثومه ونخلطوه مع الثومه والزيتون حتى كندقوهم شويه. كما كتشوفوا درنا الكرشه بعد ما سلقناها درناها تقطر وغسلنا الكوكوط ورجعناها ليها. كما كتشوفوا تنقات مزيان وناشفه ما فيهاش شحمه نهائيا. درنا كما قلنا جوج معالق ديال الزيت، زيت المائده والتوابل. هذا هو المكعب اللي هضرت لكم عليه ديال المعدنوس اللي كنديروا الكونجيلاتور. غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. هذه الثومه وداك الزيت اللي مقطعه والحامض، زدنا معلقه ديال مطيشه الحك ولا مطيشه كونسونطري، معلقه كبيره ديال الخل، زدنا المطايب كيف هي سلقناها في الماء، مبغيناش نديرو داك الشوك شوي فخوا اولا سخون وبارد. غادي نحركوها مزيان باش تجيب العناصر. غادي نغطيو عليها ونخليوها. بقى لينا الزيتون، غادي نحلو عليها، هي طابت نص ساعة، زدنا عليها الزيتون وغطينا عليها، زدنا 4 ساعة أخرى. كيفي جاتنا 45 دقيقة ديال الطياب،
دابا طابت الكرشة ديالنا أو القلية جات واقفة، مثلا ما لا زيت لا والو. أنا في طبق التقديم عصرت عليها الحامض، الحامض عندي نفس كما قلت عصرت عليها الحامض، وزدت عليها شوية الكمون حيت في الأول درت شي حاجة قليلة باش ما تجينيش مرة. هادي هي القلية ديالنا بعد ما طابت، عصرنا عليها الحامض وزدنا عليها شوية ديال الكمون. إلا عجبتكم الوصفة ديروا لايك للفيديو وشاركوا في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وبصحة وراحة.